تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة العلمية والتكنولوجيا، سنقوم بحله معا. التمرين الأول: أكمل الفراغ. يحتاج النبات الأخضر لنموه إلى، جيد، إلى الماء و، أحسنتم، والضوء. يحتاج النبات الأخضر لنموه إلى الماء والضوء. في غياب الضوء تصفر النبات وتدبل ثم تتساقط. في غياب الضوء تصفر، أحسنتم، أوراق النبات. في غياب الضوء تصفر أوراق النبات وتدبل ثم تتساقط. التمرين الثاني: اختر الإجابة الصحيحة. تحول البذور إلى أزهار يسمى نمو، إنتاج، إزهار. أعيد: تحول البذور إلى أزهار، أزهار يسمى، جيد، إزهار. نواصل: تتشكل البذور داخل إنتاج الأغصان الثماري الأوراقي. تتشكل البذور داخل، طبعا داخل الثمار. نواصل: يمتص النبات الماء بجذوره أو بأوراقه أو بثماره. يمتص النبات الماء، أحسنتم، بجذوره، بواسطة الجذور. تحول البذور إلى أزهار يسمى إزهار. تتشكل البذور داخل الثمار. يمتص النبات الماء بجذوره. نواصل. التمرين الثالث: أرتب مراحل الحياة وتكاثر النباتات ذات الأزهار من 1 إلى 4. أعطونا 4 مراحل: تفتح البراعم وظهور الأزهار، نضج الأزهار وتحولها إلى ثمار، تشكل البذور داخل الثمار، تشكل البراعم الزهرية. أولا، جيد، تتشكل البراعم الزهرية. بعدما تتشكل البراعم الزهرية تفتح البراعم وظهور الأزهار، ولا تفتح البراعم وتظهر الأزهار. جيد، بعدما تظهر الأزهار، أحسنتم، نضج الأزهار وتحولها إلى ثمار. بعدما تحولت إلى ثمار تتشكل البذور داخل الثمار. أولا تتشكل البراعم، ثم تفتح البراعم وتظهر الأزهار، تنضج الأزهار وتتحول إلى ثمار، وداخل الثمار يتشكل البذور. أعيد: 1، تشكل البراعم الزهرية. 2، تفتح البراعم وظهور الأزهار. 3، نضج الأزهار وتحولها إلى ثمار. وأخيرا تشكل البذور داخل الثمار. التمرين الرابع: أجب بصحيح أو خطأ. يمكن للنباتات ذات الأزهار أن تتكاثر طبيعيا بواسطة بعض أغصانها مثل الدرانات، الأبصال والفسائل. إجابة، جيد، صحيح. طرق التكاثر هي الدرانات، الأبصال أو الفسائل. يتكاثر نبات العنب بواسطة بذور. خطأ. لماذا؟ لأن نبات العنب يتكاثر بواسطة الفسائل. يسمح إنتاج البذور بإعطاء نباتات جديدة، أي بتكاثر النبات. صحيح. إنتاج البذور يعطينا نبات جديدة، معناه تكاثر النبات. تظهر على النبات أثناء نموه أغصان عديدة وأوراق. إجابة صحيحة. النبات تظهر عليه أغصان وأوراق. عندما يزهر النبات وتظهر الثمار التي تتحول إلى زهور ثم إلى بذور. تظهر الثمار التي تتحول إلى زهور. خطأ. لماذا؟ الثمار لا تتحول إلى زهور، بل الزهور هي التي تتحول إلى ثمار.
وهكذا انتهينا من حل اختبار التربية العلمية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتشغيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.